طبعا هنالك رفض واسع وشعبي من قبل النخب السياسية والشخصيات المستقلة بخصوص قانون سانت ليغو المعدل 1.9 و1.7. الكل يريد القانون، يعني الدوائر الدائرة الواحدة التي جاءت فيها الحركات المدنية والحركات المستقلة، أي بمعنى يعني ثورة تشرين ونتاج وحصال ثورة تشرين هو يعني القانون الجديد الدائرة الواحدة. ولكن الكتل الأغلبية الآن في البرلمان العراقي وخاصة الإطار التنسيقي وبعض الشخصيات تريد قانون وإرجاع قانون سانت ليغو 1.9 و1.7. هناك جدل واسع بخصوص القراءة، وحتى بعض النواب المستقلين حتى هذا السلام تحدث لي عدسة وان نيوز وقال أن القانون ربما سانت ليغو سيعيد سياسة الإطار التنسيقي أو ربما قد يؤجج الاحتجاجات في العاصمة بغداد. وهناك ربما تحركات ومصادر تقول أن يوم غد في ساحة التحرير ستكون هناك احتجاجات رفضا على قانون سانت ليغو بخصوص انتخابات مجالس المحافظات المحلية. طيب مهدي، هل يمتلك الإطار التنسيقي أغلبية مريحة في البرلمان تمكنه من إقرار هذا القانون وفق نظام سانت ليغو؟ بكل تأكيد، يعني لما يريد الإطار التنسيقي قانون سانت ليغو تمكنه على الاستحواذ على جميع المحافظات. هناك أكثر من 15 محافظة سيتم الانتخاب بها، والإطار التنسيقي قد يهيمن على جميع المحافظات، يعني ما عدا كم محافظة يسيطر عليها المكون السني ستكون تحت يد الإطار التنسيقي كونه تمثل الأغلبية البرلمانية الحالية. ولكن بالتالي ستكون هنالك رفض. القانون جاء بصيغة تفاجأ به أغلب النواب السياسيين وبالأخص النواب المستقلين الذين صعدوا على دفة الحكم الجديد، فكيف ستكون القانون سيعدل؟ أي بمعنى ستكون هنالك ربما تظاهرات قد يشترك فيها التيار الصدري وتقودها الحركات المدنية والتشرينية رفضا على قانون سانت ليغو. حتى قانون سانت ليغو بها الكثير من التعديلات بخصوص قانون السن، هنالك من يريد أن يكون 25 سنة و27 سنة و28 سنة، وبخصوص التحصيل الدراسي، يعني القانون ربما قيد القراءة وقد نرجع على القانون الجديد بصيغته الحالية. ولكن المفاوضات ما زالت مستمرة بشكل عام. ولكن باختصار يا لوان، الإطار التنسيقي ومن يقف خلف الإطار التنسيقي تريد قانون سانت ليغو حتى تهيمن على انتخابات مجالس المحافظات النيابية البرلمانية.